الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله هو الأول الآخر الباطن الظاهر هو الأول فليس قبله شيء هو الآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء هو الباطن فليس دونه شيء الذي لم يزل موجودا بصفات الكمال ولا يزال دائما مستمرا بلا انقضاء ولا انفصال ولا زوال يعلم دبيب النملة السوداء يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء وهو العلي العظيم الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ورفع السماوات بغير عمد انطباقا ورفع السماوات بغير عمد انطباقا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وفرش الأراضين مهادا وجعل فيها رواسي أوتادا وبدأ خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين في قرار مكين فجعله سميعا بصيرا بعد أن لم يكن شيئا مذكورا وأرسل إلى الناس رسلا وأنزل عليهم كتبا مبينة حلاله وحرامه مبينة حلاله وحرامه وأخباره وأحكامه وتفصيل كل شيء في المبدأ والمعاد واضحا فأحمده حمدا كثيرا طيبا يملأ أرجاء السماوات والأراضين دائما أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نذير له ولا وزير له ولا مشير ولا عديد ولا نديد ولا قسيم له فسبحان من المتفرد بالملك والقدرة والسلطان والعظمة لا اعتراض عليه في ملكه ولا عتاب عليه في تدبيره ولا لوم في تقديره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه ونجيه ووليه ورضيه وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه فحسن الله به اليقين وأرسله إلى الخلق أجمعين بلسان عربي مبين بلغ الرسالة وأظهر المقالة ونصح الأمة وكشف الغمة
وجاهد في سبيل الله المشركين وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم فاجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على عبدك سيد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين وأصحابه المنتخبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وتابعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله عز وجل أعطانا مسؤولية الدعوة إلى الله تعالى ببركة ختم النبوة، فعلينا أن ندعو الناس إلى الله تعالى ونخرج في سبيل الله لإقامة الدين وأحيائه، لأن الدعوة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة رضي الله عنهم من كل شيء. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو أو يجاهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أسابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب العمل إلى الله عز وجل الجهاد في سبيل الله ولا يقارب شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد، وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد، وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وقال عليه الصلاة والسلام: مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله. وقال: غزوة في البحر مثل 10 غزوات في البر. وقال عليه الصلاة والسلام: شهيد البحر مثل شهيدي البر، شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، فإني أوصيكم بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله، ألا خير الكلام كلام الله،
وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أمطر شآبيب رضوانك على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار رضي الله تعالى عنه وعمر الفاروق قامع أساس الكفار رضي الله تعالى عنه وعثمان ذي النورين كامل الحياء والوقار رضي الله تعالى عنه وعلي المرتضى أسد الله الجبار رضي الله تعالى عنه وعلى سيدي شباب أهل الجنة الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله عنهما أولئك حزب الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر